ايه الرضا ده كله؟ لما خديجة جات لي قلبي رقص. وحشتني، طول عمري براهن على قلبك اللي انا ساكن فيه. عملت لك اكل بايدي. مهما اكلت، لو ما اكلتش اكلك اكلني صايم. العين والشفا. تعودت في القلعة على أقل القليل. إيه ده كله؟ النهاردة يوم الصلح، عاوزك تاكل بكل شهيتك. يبقى ناكل سوا. مش معقول هاكل لوحدي. هاكل بس من بعدك زي ما تعودت. أنا عاوزة أشوفك بتاكل أكل زي زمان وانبسط. خديجة! خديجة أكلت. تعالي يا حبيبتي، دول الاكل اللي امك عاملاه. قلت لك كلت. تفتكر هيهون عليا موت بنتي؟ امك يا خديجه من طيبتها قررت انها تحط لابوكي في الاكل سم. مش كره في ابوكي، لا، حب بزياده. حبها لحسين اخوك خلاها تنتقم مني بالطريقه الطيبه دي. عشان كده انا مسامحك، وهفضل فرحان انك بعتي خديجه تندهلي، لانك وحشتيني. مهما عملت ومهما حاولت تنجي روحك، هتفضل عدوي يا حسن ليوم الدين، وهقتلك، هقتلك في يوم من الايام. اعتبريني اكلت ومت، وسامحيني. مش هسامحك. أنا بقى مسامحك ومنتظر دعوتك تاني قريب. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.